بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، يطيب لي في البداية أن أرحب بكم في حفلنا هذا لتدشين الفيلم الوثائقي الأمم المتحدة ومملكة البحرين، شراكة دائمة، وأن أعبر عن سعادتي البالغة في التواجد معكم لنشهد جميعا هذا الحدث الهام الذي يستعرض فصول العلاقة المميزة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة. بفضل ما يوليه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من عناية فائقة واهتمام بالغ لمد جسور التعاون والارتقاء الدائم في العلاقات مع المنظمة الدولية بما يعزز مصالحنا المشتركة ويخدم قضايا المنطقة والعالم أجمع. فالتعاون بين مملكة البحرين والأمم المتحدة ليس وليد اللحظة، بل يعود لعدة عقود خلت، حيث سعت البحرين للانضمام إلى المنظمة الدولية لدورها الاستراتيجي في ترسيخ دعائم الأمن والسلم الدوليين، وتعبيرا كذلك عن رغبة المملكة في الانفتاح على العالم بدوله ومنظماته كسياسة التزمت بها المملكة وستظل ملتزمة بها. وليس أدل على ذلك من احتضان العاصمة المنامة لعدة مكاتب تابعة للأمم المتحدة تشكل مرتكزا بارزا في العلاقات بين الجانبين. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إعداد الفيلم الوثائقي الذي يسلط الضوء على العلاقة بين المملكة والأمم المتحدة، وكيف نشأت، وما هي سماتها، والمراحل التي مرت بها، وفرص تمكينها في المستقبل، وخاصة أن التعاون بين الجانبين يشهد تطورا مستمرا وتنوعا مثمرا في ظل توافر الرغبة المشتركة لتعميق هذا التعاون في مختلف المجالات. الحضور الكرام، أن إيمان والتزام المملكة بالأهداف السامية والنبيلة التي تأسست من أجلها الأمم المتحدة كان بين أهم العوامل التي ساعدت في تقوية العلاقة بين الجانبين، حيث خططت البحرين منذ وقت مبكر لأجل التنمية الشاملة، وقد نجحت في ذلك وتمكنت من أن تكون نموذجاً يحتذى به لغيرها من الدول في مجالات عدة، من أبرزها تمكين المرأة، حيث شغلت المرأة البحرينية وبكفاءة عالية مناصب مهمة في كافة سلطات الدولة بل وعلى الصعيد الدولي أيضا. كما استطاعت المملكة دعم النشاط الاقتصادي بفضل تنفيذ برامج عدة لتنويع مصادر الدخل في مجال الخدمات المالية والمصرفية، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتشجيع السياحة، وتعزيز مساهمات القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري، وغيرها من البرامج التي حققت تطورا ملحوظا في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي والإجمالي. ومن الأمثلة البارزة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال هو الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، والتي تهدف إلى تمكين الشباب وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. وتحتل مملكة البحرين موقعاً متميزاً في مجال التنمية البشرية كدولة رائدة صنفت من ضمن الدول ذات الفئة المرتفعة جداً في هذا المجال، لما أولته قيادتنا الحكيمة من رعاية فائقة لهذا المجال ولإيمانها بأن العنصر البشري هو أساس التنمية الاقتصادية
وهو الثروة الحقيقية للوطن. فعززت من قدرتها على تحقيق الرفاهية وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة والارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين جميعا. وتتطلع مملكة البحرين من خلال مواصلة تنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030 التي ترمي إلى بناء حياة أفضل لكافة المواطنين، إلى أن تكون من بين النماذج الرائدة في التنمية والتقدم بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع أشقائها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومن خلال العمل الوثيق القائم مع الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة. وستظل المملكة على نهجها في توفير كافة الإمكانات التي من شأنها ترسيخ هذا التعاون بما يسهم في بلوغ ما نصب إليه جميعاً من أهداف. وأعرب هنا عن ثقتي التامة في أن المستقبل سيشهد بإذن الله تطوراً نوعياً في العلاقة بين المملكة والأمم المتحدة، في ظل الرغبة المشتركة في العمل بما يحقق التنمية والتطوير لكافة المجالات، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بما يتلائم مع الخطط والأولويات المستقبلية التي تسعى إليها المملكة، والتي تنسجم مع خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي. ولا يفوتني في الختام أن أتوجه بخالص الشكر إلى شركة بتركو للاتصالات على رعايتها المقدرة لهذا المشروع، لتقدم مثالاً للاهتمام بمثل هذه الأنشطة الهادفة إلى تعزيز علاقات مملكة البحرين مع الأمم المتحدة. والشكر موصول إلى جميع العاملين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لما يقومون به من جهد كبير في تنفيذ المبادرات الإنمائية ودعم مشاريع وبرامج الحكومة. والشكر كذلك لموظفي وزارة الخارجية على مساهمتهم في إنجاز هذا العمل الرائع. والآن أدعوكم لمشاهدة الفيلم الهام الذي يوثق مختلف مجالات التعاون بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، وشكراً. Your Excellency Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, Minister of Foreign Affairs, and ambassadors, esteemed partners, colleagues from the United Nations, ladies and gentlemen, I'm very happy that you are here with us tonight. On behalf of the United Nations country team in Bahrain, I would like to welcome you to the screening of the first documentary on the relationship between the United Nations and Bahrain, hosted by the Ministry of Foreign Affairs. On this occasion, I would like to begin by thanking His Excellency Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, the Minister of Foreign Affairs, and His Excellency Sheikh Abdullah bin Ahmed Al Khalifa, the Undersecretary for International Affairs, for their extraordinary support to the United Nations in general, and for the production of this documentary in particular. Last year, we celebrated the 70th anniversary of the United Nations. And this year, we will honor the 45th anniversary of the admission of Bahrain into the United Nations. Anniversaries like these mark a good moment to reflect and to celebrate. We consider where we were at the outset, where we are on our journey today, and which task are in front of us. This is why the Ministry of Foreign Affairs and the United Nations country team in Bahrain decided to jointly examine the history of the UN-Bahrain relationship through the decades by compiling some of that historical record. We collected archive images, documents, and films of important events and key moments in Bahrain, New York, and Geneva. The material all describes the relationship that flourished from the first meetings
Operator Helen Clark and UNEP Executive Director Achim Steiner. Their contributions attest to the importance the UN places on Bahrain's role on the world stage. The film was made possible thanks to the sponsorship of Batelco, with the kind support of its chairman, Sheikh Hamad bin Abdullah Al Khalifa, and also of the good work of the Bahraini production company, Shrine Media. Finally, I'm very, very grateful to the many colleagues from the Ministry of Foreign Affairs and from my colleagues from the United Nations agencies that were involved and who worked very hard behind the scenes to make this video happen. Ladies and gentlemen, thank you for joining us today and celebrating the United Nations and Bahrain's enduring partnership. Thank you very much.